ونناقش في حلقة الليلة من وراء الحدث بحثا وتحليلا الملفين التاليين: نتنياهو بين خلافات الحكومة وسيناريو الانتخابات المبكرة، التحالف الداعم للرئيس الجزائري هل يحسم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة؟ لا حديث في الداخل الإسرائيلي على المستوى السياسي إلا عن مصير حكومة بنيامين نتنياهو، فعلى ما يبدو بات الرجل أسيرا لخيارين أفضلهما ليس أقل مرارة من نظيره، حيث دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاختيار بين انتخابات مبكرة صاخبة أو انقلاب سياسي هادئ. اجتماعات مكثفة مع قادة ائتلافه الحكومي يخوض صعابها حاليا نتنياهو في محاولة أخيرة لإنقاذ سفينة حكومته التي ظلت تبحر لأربع سنوات متتالية. ولكن هل سينجح نتنياهو في مساعيه المعلنة منها وغير المعلنة، أم أن سيناريو الانتخابات المبكرة أضحى هو الأكثر ملائمة للشارع الإسرائيلي؟ وما هي حقيقة مخاوفه الأمنية؟ وهل من الممكن أن ينعكس بالإيجاب ما يجري في إسرائيل على الفلسطينيين؟ أم أن الأشخاص حولنا فقط هي التي تتغير بينما تبقى السياسات ثابتة لا تتغير؟ رئيس الحكومة الإسرائيلية يتعرض لابتزاز سياسي من رفاقه في الائتلاف الحكومي، فوزير التعليم نفتالي بنت طالب بحقيبة الجيش كشرط للبقاء في الائتلاف، ووزير المالية طالب بتعديل في الميزانية رافضا أن يتسلم بنت حقيبة الجيش، والأحزاب الأخرى تتربص بانتظار الفرصة السانحة وإلا الخروج بمظهر يليق ينفعها في الانتخابات المبكرة. تحدثت خلال الأيام الأخيرة مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف، سألتقي مع وزير المالية في محاولة أخيرة لتجنب سقوط الحكومة في هذه الفترة الحساسة. الأزمة اندلعت بعيد الفشل الإسرائيلي في إدارة الأزمة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدم القدرة على توفير حل أمني يرضي الشارع الإسرائيلي الذي ينقسم بين حرب مفتوحة كما أراد ليبرمان وبين الحفاظ على اقتصاد مستقر بعيدا عن الصواريخ والحروب، إلا أن الأزمة السياسية تتفاقم. قضية التطرف اللي بدأت فيه الكنيست هاي والحكومة تبعت نتنياهو وصل إلى حد النهائي في المواجهة الأخيرة، وهون وصلوا يعني موقف الامتحان، هل يستمروا في تطرفهم ويهاجموا قطاع غزة ويحتلوه أم يتراجعوا؟ وجدوا نفسهم ضعفاء وكلامهم غير موقفهم غير قدراتهم الذاتية، وهذا أضعف الحكومة وأدى إلى تفتتها وخلافها الداخلي. استطلاعات الرأي ما تزال تعطي اليمين اليد الطولة في الانتخابات القادمة، لكن المشهد الإسرائيلي غالبا ما يتبدل، فتظهر أحزاب جديدة وتختفي أخرى، والرهان بالنسبة لنتنياهو صعب، فالإبقاء على الحكومة الحالية لغاية الخريف القادم وهو موعد الانتخابات القادمة أضمن من انتخابات مبكرة بعد أشهر قليلة. الانتخابات المبكرة إما تأتي بحكومة أكثر تطرفا أو أكثر اعتدالا، والحكومة الحالية عمليا لا تستطيع اتخاذ أي قرارات استراتيجية، والجمود السياسي سوف يبقى لما بعد الانتخابات. أحمد البوديري، قناة الغد، القدس المحتلة. ومعنا في الاستوديو الأستاذ سعيد عكاشة، الباحث في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وينضم إلينا من القدس الأستاذ عزمي أبو السعود المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. والبداية معك أستاذ عزمي، الآن من المفترض أن بنيامين نتنياهو يخوض صعابا في اجتماعاته مع أعضاء حكومته، وكذلك من المقرر أن يكون هناك بعد قليل تصريح أو كلمة لبنيامين نتنياهو أو مؤتمر صحفي، ما الذي نتوقعه في كلمة نتنياهو المرتقب؟ يعني الحكومة سابقا أكدت على أنها لن تمضي ب 61 عضو
في ائتلاف حكومي، لأنه هناك تصبح الحكومة ضعيفة وهزيلة، ولا يوجد هناك شبكة أمان، لأن المعارضة تتربص في إسقاط الحكومة بكل وقت وحين. لذلك خروج ليبرمان من الحكومة بهذا التوقيت هو خروج ذكي، باعتبار أنه حافظ على ماء وجهه، لأنه وعد الجنوب وأهل الجنوب بأن يأتي لهم بالأمن، وهو كان أول خاسر بهذا الاتجاه، وأن معظم أهل الجنوب هم من الاتحاد السوفيتي السابق الروسي الحاليين اليهود. لذلك هذا جانب. فما ما تبقى على نتنياهو إلا أن يفاوض مع بنت، إن بنت هو ثعلب الاحتلال وثعلب الاستيطان، ومن السيارة القوات الخاصة الأساسية، وهو ماضي في هذا الاتجاه، لأنه يريد هذه الحقيبة، لأن هذه الحقيبة ستمنعه مدة إن كانت هذا عاما أو أقل من عام، بأن يعمل كل مظاهر الحملة الانتخابية الغير علنية عبر الجنوب، وأن ينتقل من مكان إلى مكان ومن جبهة إلى جبهة في الجنوب، لأن جبهة الجنوب مشتعلة، وأنها هي أفضل جانب له بأن يتميز بأن يأخذ الأصوات للإسرائيليين بالجنوب. المبدأ الأساسي اليوم من يحقق لنا الأمن هو الذي يستحق أن يكون رئيس الوزراء القادم، وهذه هي المنافسة الحقيقية. بالأمس كان رئيس الوزراء يأتي على دماء الشعب الفلسطيني بشكل فاضح وصريح، بأن قبل الانتخابات يدخلون حرب ويفتعلون حرب ويسيلون دماء الفلسطينيين، وعلى هذه الدماء يصلون إلى رئاسة الوزراء. اليوم الوضع اختلف بشكل أساسي، بعد أن امتلكت حماس استراتيجية الصواريخ واستراتيجية البعد الأمني ما بعد وما بعد وما بعد، وهذا التهديد هو الأخطر في هذا الاتجاه. إن طيب. استراتيجية الحرب اليوم سيد عزمي عذرا للمقاطعة سيد عزمي نحن الآن في انتظار كلمة منتظرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما الذي نحن في انتظاره؟ ما الذي يمكن أن يعلنه نتنياهو في حديثه؟ إما أن يخرج على الشعب الإسرائيلي ويستجديه بأن يبقى إلى 61 عضوا، لأن كحلون صباحا اليوم بالصباح أكد على أنه ماض في وزارة المالية وماض بالحرب في سبيل الطبقة الضعيفة والطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة لا تسعى إلى الأمن، وإنما تسعى إلى تخفيض ما يسمى هنا بالاحتلال الكوتج، وهو اللبن والحليب والخبز البيرمان. فهذا الأمر هو يحققه ويستطيع أن يحققه، لأنه ليس برجل أمن ولا ليس بجندي عسكري يصارع الجبهة الجنوبية. أما الجانب الأخطر في هذا الاتجاه هو بنت. كيف سيستطيع نتنياهو بجلسته قبل دخول السبت قد وعده بأن يكون هناك حلا، ما هو الحل؟ لأن بنت يتربص بنتنياهو ونتنياهو يتربص ببنت، إن حقيبة الأمن لن يمنحها وباء بالمطلق نتنياهو لبنت، لأنه يدرك تماما إن منحه هذه الحقيبة سيمضي خارج هذه المعادلة، سلن يكون رئيس وزراء بالمستقبل بالمطلق. أيضا لا ننسى أن نتنياهو عالق بعدة قضايا خاصة، إما بداخل بيته وإما بشخصيته نفسه. خرج من قضية الغواصات 3000 و4000، ولكنه ماض في عدة قضايا لهذا اليوم هي تتربص به. أي نعم غير رئيس الشرطة، يعني الآن نحن أمام خيارين، إما أن يطالب بنيامين نتنياهو سيد عزمي عذرا الآن نحن أمام خيارين إما أن يطالب بنيامين نتنياهو شعبه بتحمله بال61 عضوا بهذه الكتلة الضعيفة حتى يعني نوفمبر 2019 وحينها لكل حادثة حديث، وإما أن يعلن حل الحكومة وانتخابات مبكرة. صحيح؟ يعني إذا تكلمنا على انتخابات مبكرة احنا نتكلم على مارس، بداية مارس، يعني أقل من 6 أشهر، وإذا تكلمنا على استمرار هذه الحكومة سيمضي بها حتى نوفمبر، ليس بالمدة البعيدة. نتنياهو اليوم يريد أن يستعيد قواه داخل المعسكر اليميني. نتنياهو يدعو وخذ بهذا الاعتبار، يدعو كل الاستيطان البيت اليهودي بأن يغلق هذا الباب وأن يأتي لدعم نتنياهو، الليكود نتنياهو، حتى يحقق لهم الأمن، لأن طالما نتنياهو لا يمتلك الأكثرية بداخل الكنيسة وبداخل حكومته لن يستطيع أن يقضي على الإرهاب وعلى الأمن. طيب. وعلى الفلسطينيين. الإرهاب هنا هو ما ينظر إليه إلى إيران، والفلسطينيين هو ما ينظر إليه بالدول الجوار.
بمناطق الجوار اليومية التي تزعج الجنوب وتزعج الشمال. طيب ابقى معنا سيد عزمي. أستاذ سعيد، كنت أود أن أسألك عن الإجراءات. نحن يعني الإجراءات المنتظرة حتى بسيناريوهاتها المتعددة هي في غاية التعقيد في حقيقة الأمر، لكن سيد عزمي في القدس أشار إلى فكرة وإلى وجهة نظر أريد أن أستمع فيها إلى تعليق منك. أشار إلى أن في الماضي كان المجد للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، الآن هو قال ما معناه أن الأمور تغيرت وأن الصواريخ الحمساوية استطاعت أن تغير المشهد، ربما ستطيح أو تهدد عرش نتنياهو. يعني هذه مبالغة شديدة، يعني خروج ليبرمان من الحكومة لم يأتي كما يقال على أنه بسبب فشل إسرائيل في هذه الحرب، بالعكس تماما. هو ليبرمان في جواب الاستقالة برر استقالته بأنه كان يريد أن يكون هناك عنف أكبر تجاه الفلسطينيين، وأن الحكومة نتنياهو رفضت أن تكون أكثر قوة وأكثر ردعا أمام حماس. وبالتالي يعني ليس يعني لم يكن الخلاف حوالين مسألة من كسب الحرب، كانت الخلاف حوالين مستوى القوة التي سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن النظام السياسي الإسرائيلي عموما ونظام برلماني من حق أي حزب معارض. لا حتى نأتي إلى الإجراءات، لكن يعني حتى فيما تفضلت بها أستاذ سعيد ربما وجهة نظر أستاذ عزمي صحيحة وصائبة. طالب ليبرمان برد فعل عنيف أو أكثر عنفا من الحكومة، ربما طالب بالاجتياح ربما، وبنيامين نتنياهو لم يوافق على ذلك ربما خوفا من الصواريخ الحمساوي. لا أعتقد في ذلك، لأنه التصعيد بيقابله تصعيد. يعني بمعنى إيه؟ يعني هناك حالة من الاتفاق ما بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش أنه ليست المشكلة في هزيمة حماس، المشكلة فيما بعد إسقاط حماس. هل تستطيع إسرائيل أن تتحمل حكم القطاع إذا ما دخلته مرة أخرى، تحملت خسائر بشرية كبيرة، ضغوطات دولية كبيرة وإدانات دولية؟ ما هو اليوم التالي؟ هل تستطيع إسرائيل أن تدير غزة بدون حماس، يعني بدون حكم أو بدون سلطة مسؤولة داخل غزة؟ هذا هو السؤال الجوهري. ليست المسألة حماس قوية فإسرائيل غير قادرة عليها، لا تستطيع، ولكن التكلفة ستكون هائلة، سواء من سمعة إسرائيل الدولية، سواء من جنودها، لأنه دخول قطاع مكتظ بالسكان يمكن أن يؤدي لخسائر بشرية كبيرة، وهذا لا تتحمله يعني الرأي العام الإسرائيلي بيبقى حساس جدا في الخسائر البشرية. وبالتالي هم فضلوا أنه إيه الوضع الأفضل، أنه يكون في تهدئة. الوضع التهدئة هو أفضل الخيارات، الأجهزة الأمنية متفقة على ذلك، القيادات الجنرالات في الجيش الإسرائيلي متفقين على ذلك، أما وزير الدفاع فهو منصب سياسي. طيب يعني الإجراءات سياسي. نتحول إلى إجراءات. ما كل هذه التعقيدات في الإجراءات؟ هي مش تعقيدات، طبيعة النظام البرلماني أنه من حق أحزاب المعارضة أو حتى من أحزاب الائتلاف أنها تقترع بالثقة، تطلب اقتراع بالثقة على الحكومة في الكنيسة، وتحاول أنها تجمع أكثر من 60 مقعد، يعني 61 مقعد كافيين لإسقاط الحكومة. هذا إجراء طبيعي وفي النظم الديمقراطية البرلمانية بيتم. وهم استخدموه النهاردة، حزب العمل وأحزاب المعارضة استخدمت هذا الحق وقدمت طلب بالتصويت على الحكومة، ويمكن أن يتم التصويت عليها يوم الأربعاء القادم، إلا لو استبق نتنياهو في خطابه اليوم وقام بالدعوة لحل الكنيسة. يعني هناك السيناريوهين، إما أن نتنياهو يحافظ على الائتلاف ويعلن أنه يقدر يكمل بال61 مقعد اللي معاه بعد خروج ليبرمان، إما أنه هيستنى اليوم الأربعاء ويقترع بالثقة. هل هو متأكد عند الاقتراع بالثقة أنه هيتم سحب الثقة من الحكومة؟ هذا غير مؤكد، لأنهم يمتلكوا ده على الأرض 59 مقعد فقط، يبقى هم محتاجين مقعدين كمان أو صوتين كمان عشان يسقطوا الحكومة. هل يقدروا يأمنوا صوتين من الأحزاب الشريكة في الائتلاف اللي هي يهودة هاتورا وشاس والبيت اليهودي وإسرائيل بيتينو؟ إلى الآن المسألة مش واضحة. طيب سيد عزمي، حتى يعني تكمل وجهة نظرك، لماذا برأيك وصل نتنياهو إلى هذا الحد من الضعف والاحتياج؟ يعني هو حتى بحاجة إلى من يدعمه الآن، حتى في أعضاء حكومته الذي اختارهم هم هو في الأساس. يعني هل ذلك بسبب قبوله للتهدئة؟ هو من جانبين، الجانب الأول قضايا التي باستمرار نتنياهو تثار
وتطفو على السطح، وقضايا شخصية وقضايا فساد وقضايا جرائم ياقات بيضاء. والجانب الآخر هو عدم استطاعة نتنياهو السيطرة على الأحزاب التي تريد أن تكون هي الوريث له من البعد الأمني والبعد رئاسة الوزراء. نتنياهو كما يقال عليه أنه ديكتاتور الديمقراطية، نتنياهو لا يريد أن يكون له منافس بداخل الحزب الليكود، قد قضى على كل المنافسين. اليوم ينظر إلى الأحزاب الأخرى، بنت هو منافس قوي لأنه يأتي من إسرائيل بيتنا، وهم الاستيطان البغيض الذي موجود بكل الضفة الغربية، والاستيطان هو عمود الفقري لكل الدعم الأساسي لليمين واليمين المتطرف. والجانب الآخر إن كان الروس مع ليبرمان يفتقدون إلى البوصلة اليوم، باعتبار أن قد أحبطهم بأنه لم يوفر الأمن بالجنوب. من تبقى له؟ كحلون رجل السلام أو رجل الموقف، باعتبار أنه يريد فقط الطبقة الوسطى والطبقة المعدومة والاقتصاد والدعم الاقتصادي والشباب والبيوت وكل هذه الأمور التي تهتم، وهو يأخذ حصة الأسد من هذه الشباب لأنه يصدق معهم ببعض الشيء، ليس بالكثير ولكنه بالقليل. من تبقى لنتنياهو؟ هل هو الجمهور الليكودي الداخلي؟ الجمهور الليكودي الداخلي ممزق، وهو يتربص أيضا بنتنياهو. نتنياهو إذا نظرنا تماما، والكلام للتأكيد لزميلي في الاستوديو، أن الانتخابات التي حدثت وانعكست انعكاس كامل قبل أسبوعين على المجالس المحلية والبلديات، لقد كانت القدس المحتلة انتخابات دجل التوراة وأجودات إسرائيل وكل الأحزاب الدينية متفككة، لم تجتمع على لأول مرة لم تجتمع على اسم واحد يميني أو يميني متطرف، بل تفككت. وهنا ذهبت الأصوات سدى، وكادوا العلمانيين أي هم اليسار والحزب الصهيوني أن يحصلوا بأقل من 20 يا صديقي. هذا الأمر قد أقلق نتنياهو، واليوم يقلق من يعمل معه ائتلاف. اليوم يرون أن الحزب الصهيوني واليسار الإسرائيلي والعلمانية الإسرائيلية لها موقف، هذا جانب. الجانب الآخر الجانب الأمني، لماذا لا ترى بالعين الإسرائيلية كما نرى؟ إن اليوم صباحا قد أكد المذيعة من القناة الثانية أن سينوار، هل هذا هو سنوار الا بخطابه الناري الذي يؤكد على انه يمتلك صواريخ ما بعد تل ابيب وما بعد حيفا، هل هو هذا الشخص الذي يريد هدنة؟ هل هو هذا الشخص الذي يطالب الاسرائيليين بهدنة؟ لا يا سيدتي، قالت لا يا سيدي، هذا ليس بالشخص الذي يطالب هدنة، هو يريد حرب، واننا نحن الذين نطالب الهدنة، ولكننا نحن قد غررنا بشعبنا وغررنا في هذه الاشخاص، قد غررنا في المواطنين الإسرائيليين، وقلنا لهم أن سنوار لا يريد هدنة، يريد هدنة، وبالفعل سنوار لا يريد هدنة، يريد حرب. طيب سيد عزمي، حتى نكون يعني حتى نكون متسقين مع المستجدات، يا سيد عزمي حتى نكون يعني متسقين مع المستجدات، انتهت منذ لحظات كلمة بنيامين نتنياهو، لم يقدم فيها جديدا، الرجل تحدث فقط عن أنه سيواصل يعني دعمه للائتلاف، سيستمر. نعم. وكذلك لم يأتي لا من قريب ولا بعيد لفكرة الانتخابات المبكرة. الآن نحن في أي اتجاه نسير؟ تفضل. نعم، اليوم نتنياهو، ندرك أن نتنياهو هو أكثر رئيس وزراء إسرائيلي جلس في مقعد رئاسة الوزراء، ومن بعد نتنياهو أنهم ينظرون على اعتبار أن إسرائيل تنتقل إلى الحكم الأمريكي 8 سنوات ليس أكثر. الثعلب نتنياهو الديمقراطي السياسي الذي يستطيع خلال هذه الائتلافات أن يكون رئيس وزراء، هو يستطيع أن يذهب بعيدا إلى نوفمبر. خلال هذه الفترة يريد أن إما بهدنة مع حماس، حيعود مرة أخرى بدعم المالي ودعم الاقتصادي وفتح الحدود ودعم الشعب الفلسطيني، لأنه يدرك تماما أن الشعب الفلسطيني بغزة بضيق، وأن هذا الضيق يجب أن يكون له مخرج، وبمساعدة الأطراف المعنية بهذا الأمر. الجانب الآخر حيبدأ يبني بيته من الداخل ويقنع البنت وهو إسرائيل بيتنا، بأن كل الأصوات التي تذهب سدى بأن تذهب إلى بنت، لا، فلتذهب لنتنياهو، لحزب الليكود، عودوا إلى بيتكم الأصل، ومن خلال هذا الأمر سأعيد لكم الأمن، اعطوني وامنحوني القوة، وهي أكثر من 43 صوت
أساسي، أستطيع أن أحارب، أستطيع أن أتي لكم بالأمن، أستطيع أن أتي لكم بكل ما تشاءون. الشعب الإسرائيلي اليوم يفتقد الأمن، ويفتقد أيضا القائد المنهجوت كما يقول لها بالعبرية. اليوم نتنياهو يستطيع أن يكون قائد سياسي، ولكنه ليس بقائد عسكري. هو لا يستطيع أن يأخذ قرار بأنه يذهب إلى الحرب، لأن الشعب الإسرائيلي ما بعد الحرب، كما أكد زميلي، ما بعد الحرب هو ما بعد الحرب ليس عند غزة، وليس عند أهل أطفال غزة، وليس عند فلسطين. هو من سيقع بالأسر؟ من سيقتل هناك؟ ماذا سأفعل مع نساء وأمهات هؤلاء الجنود؟ ابقى معنا سيد عزمي، ابقى معنا، ابقى معنا حتى نستمع إلى رأي الأستاذ سعيد عكاشة ضيفنا في الاستوديو. أستاذ سعيد، لماذا يتردد أن على نتنياهو كان أن يختار ما بين أمرين، بين انتخابات مبكرة أو انقلاب سياسي؟ ما هنا المقصود بكلمة انقلاب سياسي؟ يعني برضو ده تعبير غير دقيق تماما. ما زال نتنياهو يتمتع بشعبية كبيرة، استطلاعات الرأي الأخيرة تعطيه الأفضلية 33% ممن يتم استطلاعهم يقولون نتنياهو هو الأفضل ليكون رئيسا للحكومة. من يأتي بعده يحصل على 9%. حتى بعد التهدئة ما زال 9% الفارق ما بين 33. لم تخرج مظاهرات ضده في تل أبيب؟ لم تحدث في تل أبيب، حدثت في الجنوب في المناطق المحيطة القريبة من غزة. حتى استطلاع المعارف امبارح مباشرة بعد استقالة ليبرمان، الليكود سيحافظ على 30 مقعد بتوعه. يعني لم تؤثر استقالة ليبرمان في شعبية الليكود، هيظل ياخد 30 مقعد وربما يزيد. ليبرمان نفسه لم تعطيه الاستطلاعات أكثر من مقعد زيادة، وقد يخسروا في إثناء الفترة لو كانت الانتخابات هتجرى مبكرا. وبالتالي أعتقد أنه في مبالغات في استخدام أنه انقلاب سياسي، وأنه هذا مبالغات كبيرة. ما زال نتنياهو يتمتع بقدرة كبيرة على مبالغات سياسية أم صحفية؟ إعلامية بالدرجة. صحفية يعني. إعلامية. طيب الآن المؤشر يقول أن نتنياهو باق حتى نوفمبر 2019؟ لا، يمكن. أنا عندي وجهة نظر أنه نتنياهو كان يريد، يعني لما نتذكر نتنياهو كان يستخدم التهديد بحل الكنيست منذ أكثر من عام، بيهدد خصومه وبيهدد كمان شركائه أنه يعمل انتخابات مبكرة. إذن أداة التهديد اللي كانت في إيده انتقلت لإيدين منافسين. هو قرر أنه يفسد هذا المسار بأنه يقول أنا الذي أحدد متى يحل الكنيست وليس ليبرمان أو غيره. فقرر أنه يحافظ فقط على الائتلاف حتى لو ب61 مقعد، لأنه سيحدد ربما بعد أشهر حل الكنيست أيضا، ولكن يكون القرار له هو وليس لأي أحد. بيدي لا بيدي غيري يعني. ولكنه يثبت أنه الرجل الأقوى في إسرائيل. إذا ما تم حل الكنيست فإنه لا يمكن حله إلا بموافقة نتنياهو. ولماذا نتنياهو؟ رغم أنه حزب كولانو مثلا اللي عنده 7 مقاعد يقدر لو خرج يحل الكنيست، لكن لا أحد يجرؤ على أنه يخرج، لأنه يعلم أن الانتخابات المقبلة ربما لا تعطيه مقاعد أكبر وربما يقل، وبالتالي هو يريد ألا يخسر نتنياهو. في أي سيناريو نتنياهو قادم كرئيس للحكومة في أي انتخابات مقبلة، لا يوجد منافس له حقيقي لا من داخل الليكود ولا من أحزاب المعارضة ولا من الشركاء في الائتلاف. وبالتالي هو يقول أنا رجل قوي، أستطيع أن أنا بعد أشهر، بعد شهر أو اثنين أطلب حل الكنيست، يبقى القرار قراري مش قرار ليبرمان ولا قرار أحزاب إسرائيل بيتينه أو البيت اليهودي واتفر يعني. إذن هذه التكتيك الذي يتبعه هو محاولة فقط لهزيمة خصومه ومنافسيه، وربما حتى الاقتراع بالثقة على الحكومة التي قدمته المعارضة اليوم، أحزاب المعارضة اليوم، يمكن أن يفشل في يوم الأربعاء القادم، وفي هذه الحالة ستكون هزيمة للمعارضة وهزيمة لمنافسي نتنياهو في نفس الوقت. سيد عزمي، إلى أي مدى يأبه الشارع الإسرائيلي، في المواطن الإسرائيلي في الداخل، إلى أي مدى يأبه بهذه التطورات وهذه التهديدات وهذه التفاهمات؟ أولا سأجيب على هذا السؤال، ولكن لزميلي أؤكد له من أين هذه المعطيات التي طرحتها. كانت بالأسبوع السابق، اليوم صباحا القناة الثانية وهي قناة يمينية قد أكدت على أن نتنياهو وضعه بالحضيض، وأكدت على أن الليكود لن يصل إلى 26 صوتا إذا دخلت الانتخابات. والطريق الثالث
والتيار الصهيوني وكل دمائه ستتفرق على باقي الشعوب، على باقي الأحزاب. وما السبب يا سيد عزمي؟ ما السبب في انهيار شعبيته؟ ما تطرحه، لو كان ما تطرحه صحيح كان نتنياهو، اسمح لي تفضل، لو كان هذا صحيح ما تطرحه، ان قضيه الغواصات قد خرج منها نقيا كنقاء الابرياء الملائكه، فهذا افضل وقت له ان يرشح نفسه الان ويلغي ويبدا بالانتخابات. ولكن وضعه كاصوات وكشعب، وانا هنا اجاوبك على سؤالك، اصوات وشعب، الشعب الاسرائيلي فقد الايمان المطلق في حزب الليكود وليس بقيادة نتنياهو، لأن لا يوجد هناك قائد كرزماتي ثعلبي كما كان نتنياهو. إن هناك وجود ووجد بالغد سينتقلون إلى الذهاب إلى نقل نتنياهو والذهاب إلى الآخر. لا يوجد شارون ولا يوجد شامير ولا يوجد بيجين، نتنياهو هو من رعيل الأول. هناك من لا يوجد قائد يقود هذا الليكود، لأن القائد هنا هم شيئا بشيء، يعني ليس بصهيونيين. لكنك تتحدث عن انخفاض في شعبية نتنياهو يا سيد عزمي، لكنك تتحدث الآن عن انخفاض في شعبية نتنياهو. بالأكيد أن انخفاض شعبية نتنياهو بعد قضايا الفساد الذي دخل بها، قضية وراء قضية، قضية وراء قضية وغير ذلك. نتنياهو لم يحقق لهم الأمن، لم يحقق لهم الأمن بالجنوب كما وعدهم، ولم يحقق لهم الأمن في الشمال، ولكنه ذهب بعيدا إلى البعد المجتمع العربي والمجتمع الإيراني والمجتمع العالمي جلوبال سيكيورتي، وذهب بهذا الاتجاه. انظر إلى خطاباته في الأمم المتحدة، انظر إلى خطاباته بكل مكان، لم يتطرق إلى إسرائيل ولا على القضية الفلسطينية، لم يقدم قيد أمله في قضية السلام، ولم يناقش قضية السلام مع الشعب الفلسطيني. طيب. إنما فرض عليه في قضية غزة، وفرض عليه في قضية الضفة الغربية، وفرض عليه في قضية القدس. نتنياهو إذا لم يفرض عليه السلام لن يدخل بطاولة السلام، واليوم ينظر إلى أنه هو محقق العدالة والأمن. طيب. المجتمعي في كل العالم، لأنه يدافع عن الإرهاب الإيراني والخطر الإيراني والإرهاب الداعشي والخطر الداعشي ضد أوروبا وأمريكا، وهو الذي يقف لهم بالمرصاد. هو قد نقل الأمن من داخل إلى الخارج يا سيدي. طيب. لذلك الأمن ابقى معنا سيد عزم، هو ابقى معنا سيد عزم، ابقى معنا سيد عزم، حتى لا نجور، حتى لا نجور على وقت أستاذ سعيد، ابقى معنا لو سمحت. أترك لك التعليق إذا ما أردت أستاذ سعيد، لكن ما تفضل به سيد عزمي ربما يبدو منطقيا بعض الشيء، متوائما مع ما سمعنا عنه عن احتجاجات ومظاهرات، متوائما حتى مع حادث استقالات بالتأكيد انخفضت شعبيته بعد التهدئة. ده هي المشكلة، ان انا قلت ارقام في استطلاعات موجودة. صحيح. الاستاذ عزمي قال انه انخفاض شعبيته، والقناة التانية بتقول انه في الحضيض. هذا 26. هذا حكم 26 عضو. نعم. لا اذكر رقم 26 عضو فقط في التحالف يستطيع ان هو يصمد معه. 26 من 30. نعم. يعني مش خسارة كبيرة زي ما هو مصور، دي مش الحضيض. الحديد يعني مثلا حزب العمل في الاستطلاعات اللي عنده 24 مقعد، الاستطلاعات بتقول له هتاخد 11. ده اللي اقدر اقول انخفاض بجد. يعني بنزل اقل من 50% او اكتر من 50%، لكن لما بنزل 4 من 30، حتى رغم ان الاستطلاعات طبعا ما فيش استطلاع واحد، احنا بناخد الافرج بتاع او المتوسطات، ما زال الليكود هو رقم واحد. طيب. انا بقول للاستاذ عزمي، نتنياهو عدوك، اول طريق عشان تهزمه اوعى تخلي خيالك يهزمه الاول، خيالك مش هيهزمه، قول الحقيقه زي ما هي، ما زال نتنياهو قوي، ما زال هو الأقدر على أنه يقود الحكومة، لا يوجد بديل حقيقي دي من داخل الليكود أو من أحزاب الشريكة. لما حط الحقائق دي أعترف بها الأول، أقول كيف أهزم هذا العدو، لكن طيب. أوهم نفسي طول الوقت أنه خلاص نتنياهو بينتهي هذا الكلام ده. حتى قبل الاستطلاعات النهاردة بتتكلم على لو جرت انتخابات هتجرى في مارس الجاي. صحيح. اسمحني. لو مبكرة لو انتخابات مبكرة يعني قدامك 3 شهور ممكن تحصل تغيرات تخلي الرأي العام ينقلب. طيب. فما تراهنش الأستاذ عزمي رهانه في نوع من التمني أكتر منه الحقيقة. لا، لم ألحظ تمنيا، لم ألحظ رهانا، ألحظ فقط أستاذ عزمي بيقول إن القناة الثانية الإسرائيلية ذكرت كذا وكذا. أيوة. ما هو يعني، يعني للتوثيق أيضا يعني معريف ويدعوت لديها استطلاعات تقول العكس. يعني قال الرجل كان من أسبوع. إنما هو تحدث مش عن صحيح، ده منشور أو امبارح على الموقع. طيب. على أي حال سيد عزمي، فيما يتسق مع وجهة نظرك، نتنياهو نفسه قال إنه لا يجد بديلا له في الداخل حتى في الليكود ليسلمه الراية،
يعني فيما يتسق مع وجهة نظرك يعني. إنما عندي سؤال، ربما هذا هو السؤال الأخير لكلاكما يعني. هل كل هذه التغيرات، هل هذه الأوجه، هذه الأشخاص ستفرق معنا في شيء؟ يعني نحن بالطبع لا نهتم بإسرائيل، بالطبع نحن نهتم بفلسطين، وربما نلاحظ إسرائيل وعيننا على إسرائيل حتى نحقق مصلحتنا في فلسطين، كتب علينا هكذا يعني للأسف. هل تغير الأشخاص وتغير من اليمين إلى اليسار ومن الليكود إلى العمل وما شابه، هل ذلك يكون فارقا في قضيتنا؟ تفضل. يعني سؤالك مهم جدا، بأنني أؤكد على اعتبار أول أمر، أنا لست واهي يا زميلي، وإنما الانتخابات البلدية كما أسلفت أكدت على أن اليمين واليمين المتطرف بدأ يخسر من مقاعده والثقة من قبل الشعب الإسرائيلي، لم تمنحه إياه. الشعب الإسرائيلي شعب يريد الأمن والاستقرار، والتيارات الأمنية اليمنية تتغنى وتعلن أنها هي تستطيع أن تحقق الأمن. حقيقة لم تحقق الأمن، حقيقة ما زالت الجبهة الجنوبية مفتوحة وما زالت جبهة الشمال مفتوحة. لذلك أنا أستطيع أن أؤكد أن نتنياهو اليوم بضيق، ونتنياهو له فقط أقل من عام لأن يعدل هذا السلوك، ولن يعدل السلوك إلا بمبادرات هدنة سميها ما شئت مع الجبهة الجنوبية. هو بدأ في هذا الاتجاه، هو كما قال اليوم المعلق قبل ساعتين، لدينا دقيقة، أين كان نتنياهو عندما قرر؟ لدينا دقيقة سيد عزمي أرجوك. نعم، يعني تجاوزنا هذه النقطة، تجاوزنا نقطة ضعف وقوة بنيامين نتنياهو. الشعب الإسرائيلي اليوم يريد الأمن والأمان، والشعب الإسرائيلي بعد ما أمطرت له بالصواريخ يريد أن يصنع هدنة مع أي من كان في الجبهة الجنوبية في غزة. طيب. لذلك نتنياهو اليوم ليس له قوة أن يقضي على الشعب الفلسطيني. تغير الأشخاص هل في مصلحة قضيتنا أم هم على سياسات ثابتة حتى لو تغيرت الوجوه؟ تفضل في أقل من دقيقة لو سمحت. قضيتنا واضحة وعادلة يا زميلي، قضيتنا واضحة وعادلة للفلسطينيين، إننا شعب واحد، والرئيس أبو مازن محمود عباس قد أقر هذه الهدنة، والمصالحة كانت برعاية مصرية قطرية، وهنا نستطيع أن نؤكد على اعتبارات أمنية أساسية استراتيجية. كل الوطن العربي اليوم مع القضية الفلسطينية، كل الشعب الفلسطيني هو جزء من الوطن العربي، إننا مسلمين، إننا مرابطون في مسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس، إننا جزء طيب. من هذه القضية طيب. لذلك طيب. إن قضيتنا اليوم هي قضية طيب. ثابتة وعادلة. أستاذ سعيد في أقل من دقيقة. أنا ما زلت عند رأيي، مش هتكلم بقى عن الوضع الداخلي، يعني إذا كان في تغير أشخاص خلاص. هل هو تغير سياسات ولا سياسات ثابتة؟ لا أعتقد أنه سياسات ثابتة، وأي رئيس حكومة حتى افتراضا لو جه ما عندوش خيارات غير المطروحة، لأنه دي حصيلة ما تخرج به الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات والجيش من تقييمات للوضع. الوضع التهدئة هو الأفضل بالنسبة للجميع، وأيضا أفضل بالنسبة لحركة حماس، فلتجرب. هي في عام 2014 قامت بحرب وطلبت ثلاث مطالب لم تحقق منها شيء برغم الخسائر الكبرى بشريا. التهدئة والمصالحة هي العنوان الرئيسي، ويجب على الفلسطينيين أن يحرصوا عليها. شكرا للأستاذ سعيد عكاشة الباحث في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات، وكذلك نشكرك أستاذ عزمي أبو السعود، كنت معنا من القدس وأنت المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. أما نحن فمتواصلون معكم في وراء الحدث، ونتابع في الجزء الثاني من الحلقة. التحالف الداعم للرئيس الجزائري هل يحسم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة؟ أهلا بكم من جديد. تطورات الأحداث في الجزائر تؤشر أننا في انتظار ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أطول رؤساء الجزائر حكما لفترة رئاسية خامسة. فالأحزاب التي تحظى بأغلبية برلمانية تدفع المشهد برمته في اتجاه واحد، وهو ترشح بوتفليقة صاحب 81 عاما ليرأس البلاد لخمس سنوات قادمة. وكون تحالف حزبي رباعي لدعم الرئيس الجزائري الذي لا ينافسه شخص في الترشح حتى اللحظة، وعقد هذا التحالف أول اجتماعاته
وتصدرت عناوينه صفحات الجرائد حتى المعارضة منها. فهل بات الترشح الرسمي لبوتفليقة مسألة وقت ليس إلا؟ ولماذا التمسك به كخيار وحيد رغم حالته الصحية غير المستقرة؟ وما هي احتمالات ظهور مرشحين أقوياء أمام بوتفليقة إذا ترشح رسميا بالفعل؟ في ظل التطورات السياسية التي تمر بها الجزائر والضبابية التي تحيط بمستقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى الآن، تسعى أربعة أحزاب رئيسية من خلال التحالف بينها إلى دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات التي ستجرى في العام القادم. التحالف الداعم لبوتفليقة عقد أول اجتماع له بمقر الحزب الحاكم لتحديد خارطة العمل المستقبلية وبرنامج العمل استعدادا للاستحقاقات القادمة، مؤكدا أن لقاءاته ستستمر في الفترة المقبلة. ويتشكل التحالف الرئاسي الجديد من أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر. التحالف الرئاسي كان سابقا يضم ثلاثة أحزاب سياسية، وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، وقد أنشئ في فترة عرفت تقاربا كبيرا بين التيار الوطني والإسلامي قبل أن تنسحب حركة حمص من التكتل بقرار في مؤتمرها التاسع الذي عقد في عام 2012. تحركات التحالف الرئاسي تأتي في وقت أعلنت فيه قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام السابق جمال ولد عباس لم يستقل خلافا لتأكيدات وسائل الإعلام الرسمية. وأكد وزير العلاقات في البرلمان وقيادي في الحزب أن التغيرات التي تشهدها جبهة التحرير الوطني بتعيين معاذ بوشارب أمينا عاما للحزب تمت بمباركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في محاولة لضخ دماء جديدة داخل الحزب. ولا يبدو المعارضون لترشيح الرئيس بوتفليقة أكثر، خاصة مع وجود مؤشرات على قبولهم بالأمر حسب مراقبين الذين يؤكدون أن قناعاتهم بأن بوتفليقة سيترشح لانتخابات عام 2019. وفي حال إعلان ترشحه رسميا فإن الفوز لن يكون عسيرا على بوتفليقة الذي يعتبره الكثير من الجزائريين صانع المصالحة الوطنية. وكان بوتفليقة قد أعيد انتخابه للمرة الرابعة في عام 2014 وحصل وقتها على أكثر من 81% من أصوات الناخبين وحسم المنافسة من الجولة الأولى. ينضم إلينا من الجزائر الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية، وكذلك ينضم إلينا من لندن صابر أيوب الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. دكتور عبد العالي أبدأ معك، أعتقد أنه من المنطقي ومن الأولي أن نسأل عن سبب الإصرار على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو صاحب 81 عاما وهو رئيس لأربع فترات رئاسية سابقة وهو يعني للأسف لا يتمتع بحالة صحية مستقرة. تفضل. هو قبل أن نتحدث عن التحالف الذي يراد منه دعم ترشح بوتفليقة يجب أن نوضح قضية أساسية. أولا كل الكلام الذي وقع فيما يتعلق بالسيد ولد جمال ولد عباس استقالته حسب بيان رسمي منه من السيد ولد عباس نفى ذلك. أضف إلى ذلك العملية كيف تمت، أن وكالة الأنباء الجزائرية جاءت بخبر نسبته إلى مصادر رسمية تقول بأن السيد ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير استقال، وأنه خول لرئيس البرلمان تسيير المؤسسة. هذا هو البيان، لا توجد وثيقة تعطي للسيد رئيس البرلمان حق
تسيير جبهة التحرير. الشخص الذي طعن في هذا البيان هو الآن هو الذي ترأس اجتماع الأحزاب التي جاءت إلى مقر جبهة التحرير للتضامن مع الرئيس. وقع خلاف جوهري داخل هذه الأحزاب، البعض قال نحن مع الرئيس إذا ترشح، والبعض الآخر قال نحن مع ندعو الرئيس إلى الترشح. وبالتالي ترشيح واحد مريض صورته أساءت إلى المواطنين واستفزت مشاعرهم ترشحه لعهدة جديدة، أعتقد أنه هذه النوع من محاولة تهريب شيء غامض وهو الرئاسة، تهريبها إلى منطقة معينة. من يقفون وراء هذه الأشياء؟ أعتقد هؤلاء هم الذين الآن ليس لهم رؤية لمستقبل الجزائر، ولهذا هم يدعمون ترشح حتى يبقوا ملتفين. والدليل على هذا أن التصريحات كلها متناقضة، بين وهناك من دعا إلى حل جبهة التحرير، وهناك آراء الآن بدأ يتهم شقيق الرئيس بأنه وراء هذه البلبلة، لأن هناك شروط للمرشح الذي يخلف بوتفليقة، وهو أن يكون من أن يلغي جبهة التحرير في حال ترشحه. النقطة الثانية أن يدعم عودة الليبينوار أو الأقدام السوداء وكذلك الخونة، ونسميهم في الجزائر بالتعبير القومية. إذن من هنا نستطيع أن نقول أن هناك ارتباك لدى المسؤولين، سواء في جبهة التحرير سواء في كذا، والدليل أن البيان اختلفوا على صياغته. طيب، والصياغة وصلوا إلى حل أنها ندعم بوتفليقة. طيب، ابقى معنا دكتور عبد العالي. أستاذ صابر، تحدث دكتور عبد العالي عن فكرة المصالح، تحدث عن فكرة عن شيء يتم الترتيب له ربما يعني في الخفاء، إنما بطبيعة الحال إذا كانت هناك كتل داعمة للسيد بوتفليقة، فبطبيعة الحال هناك كتل لا تدعم. من الذي يعارضون ترشح السيد بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الجزائر؟ بكل تأكيد من يعارضون هم بشكل أولي وواضح وبارز بعض أحزاب المعارضة وفعاليات المجتمع المدني، لكن للأسف هذه فعاليتها ضعيفة في صناعة القرار السياسي أو في المشهد السياسي برمته وحتى في الشارع. لكن هناك معارضة خفية، هذه المعارضة الخفية هي بالفعل ربما تكون وراء كل هذه الأزمات، تفريخ أزمات صغيرة للتغطية على أزمات عريضة كبيرة. فصل لنا هذه المعارضة الخفية. تخيف الصحة. هذه المعارضة الخفية هي في إدارات الدولة، سواء كانت عن طريق أشخاص أو عن طريق شخصيات تكتل سري صح التعبير، تلتقي في مصالح معينة فيها من المال وفيها من العسكر وفيها من المخابرات، ضباط صغار في المخابرات ربما برتب صغيرة. أقصد ربما كل هؤلاء يعترضون على المسار الذي تسير فيها السياسة الجزائرية، رئيس مريض يحكم من خلف ستار ولا يدري أي أحد من هم الذين يحكمون باسمه، وبطبيعة الحال هناك اعتراض، لكن هذا الاعتراض لا يرقى إلى المجاهرة، لم يصل بعد إلى المجاهرة، لكن يتم عن طريق رسائل معينة تظهر هنا وهناك في أزمات معينة، سواء داخل الأحزاب، داخل المؤسسات، داخل الإدارات، أو حتى في الشارع. في الشارع ممكن أن يتحرك في لأزمات اجتماعية، لكن بعد ذلك ستظهر مطالب سياسية، هكذا درجة الحال في الجزائر. لكن هذا الاعتراض لحد الآن، الاعتراض السري إن صح التعبير على ترشيح بوتفليقة لولاية أو لعهدة رئاسية خامسة، لم يظهر إلى العلن، لكنه موجود لدى شخصيات، لدى تكتلات معينة. البعض يقول حتى رئيس الحكومة في حد ذاته أحمد يحيى من بين المعترضين على الذهاب نحو ولاية خامسة، لكن ليس بيده شيء، عليه أن يدعم أو يسير في هذا الاتجاه، وإلا سيفقد منصبه بطبيعة الحال. طيب دكتور عبد العالي، إذا يعني في المقابل، وجهة النظر المقابلة، إذا لم يترشح رسميا الرئيس بوتفليقة،
هل هناك وجوه تستطيع أن تنافس على منصب رئاسة الجمهورية؟ هل هناك وجوه عليها حال من حالات الإجماع يعني المعهود مع سيد بوتفليقة في حال من حالات الإجماع من المؤسسة العسكرية، من الحياة الحزبية، ربما حتى من الخارج، من الغرب، من فرنسا، من الإقليم؟ أولا يجب أن ننبه النقطة الأساسية، بوتفليقة لن يترشح، يجب أن نأخذها كقناعة لسبب بسيط، أنه لا يستطيع أن ينطق بترشحه، وبالتالي دستوريا يجب أن يتقدم إلى المجلس الدستوري ويقول سأترشح ويقرأ. أحتاج إلى المقاطعة دكتور عبد العالي، أحتاج إلى المقاطعة، أحتاج إلى المقاطعة. لا ثانية واحدة، سيادتك تؤكد لنا الآن أن السيد بوتفليقة لن يترشح، رغم أن أربعة أحزاب قوية منها الحزب الحاكم في الداخل الجزائري يعلنون ذلك. تفضل. أنا هم لماذا هم يعملون هذا؟ لأن يخشون بأن المحيطين بالرئيس يصبحوا في حرب ما بينهم، ولاحظنا بمجرد ما سربت معلومات بأنه لن يترشح بدأت الحرب بين أحمد ويحيى ووزيره طيب لوح وزير العدل، وبالتالي حتى لو ترشح أبو تفليقة فرضا 100% ترشح لن يمر أمام المرشحين المحتملين، هناك مرشحون حقيقيون سيدخلون هذه الحلبة لرئاسيات 2019، وبالتالي بوتفليقة ولو معه شبه تحرير لن يمر. لماذا؟ لأنه الشعب الجزائري بدأ يستاء من الصورة التي قدم بها، ثم أنه لا يستطيع أحد أن يقود حملته، لأنه سيجد أمام الشباب حجارة سيضربه بالحجارة، والدليل ما يحدث الآن بين الأمن والشباب أو أنصار الرياضة عموما، هناك فعلا توتر عام في الشارع الجزائري، وبالتالي إذا لم نجد مرشحين أقوياء يتنافسون ويكونوا فيها الدور الثاني في هذه الحالة سنواجه. جبهة تحرير أصبحت مشكلة بالنسبة للديمقراطية في الجزائر، وإذا لم تحل ولم تحل الأرشيف فإن الجزائر ستواجه مشكلة، والدليل الآن مختلفين فيما بينهما، هل تذهب جبهة تحرير إلى الأرشيف، هل جبهة تحرير تساند بوتفليقة، هل جبهة تحرير تبحث عن مرشح جديد، فبينت المجموعة نفسها تاع جبهة تحرير في خلافات جوهرية. أضف إلى بين الأحزاب التي اجتمعت اليوم لاحظت أنه حزب كاد أن يصدر بيان ضد جبهة تحرير لأنها قالت أرشح بوتفليقة، قال أنا جئت لأدعمه إذا ترشح ولم آتي لترشيحه. طيب سيد صابر، إذا كان أمر هكذا كما تفضل دكتور عبد العالي، إذا كان السيد بوتفليقة لن يترشح، إذا كان هناك وجوه عديدة بارزة ستقود هذه الانتخابات، هل لك أن تطلعنا على أبرز هذه الأسماء؟ والسؤال الثاني والأخير ربما في الحلقة، إلى أي مدى ستقبل المؤسسة العسكرية في الجزائر ببديل لبوتفليقة؟ تفضل. أولا لا أريد أن أعترض على الدكتور عبد العالي رزاقي، فهو أستاذي على كل حال، لكن ربما أنظر من زاوية مختلفة إن صح التعبير من أجل الفهم فقط. القول بأنه عبد العزيز بوتفليقة لن يترشح لأنه لن يستطيع أن ينطق بكلمة أو إعلان ترشحه بشكل منطوق وسليم، هذا فضلا عن أداء القسم الدستوري الذي هو جملة طويلة عريضة، فقرة طويلة عريضة لا يستطيع بكل تأكيد الرئيس نطقها. لكن في الجزائر كما هو معروف تطويع الدستور وتركيعه وهو أسمى قانون في الجزائر من السهل، أسهل من شربة ماء، ويستطيعون بطبيعة الحال يعدل الدستور، يتم تعديل الدستور في الدستور. نعم تعديل دستور عن طريق مرسوم رئاسي في عجالة سيد صابر، أنت تعتقد أن السيد بوتفليقة سيخوض الانتخابات؟ نعم أم لا؟ هكذا نعم. طيب. هكذا هو سؤالي الأخير في أقل من دقيقة، إلى أن طيب. ربما ينتصر. نعم سؤالي نعم. الأخير في أقل من دقيقة. نعم. إلى أي مدى من الممكن أن توافق المؤسسة العسكرية في الجزائر على أي مرشح آخر غير بوتفليقة؟ تفضل.
نعم، هذا هو جوهر السؤال، وهذا هو السؤال الذي ننتظره جميعا. لا نملك إجابة عن هذا التساؤل، مدى رضا المؤسسة العسكرية، مدى انسجامها وتناغمها مع بعضها حتى داخل المؤسسة العسكرية. هناك من هو مع عهدة خامسة تحت عنوان أو مظلة عريضة طويلة، وهو الاستقرار ولا يوجد بديل، وهناك من يعترضون سواء كان لأسباب داخلية أو أيضا ربما لسمعة أو صورة البلد ككل. تمام. بلد حد بحجم قارة مثل الجزائر يحكمه رئيس لا ينطق ولا يتكلم ولا يظهر. شكرا. يظهر فقط في صور تثير الشفقة على الشاشة. ربما هؤلاء في النهاية سينتفضون وسيعلنون عن طريق، بطبيعة الحال ليس بشكل مباشر. شكرا. ولكن عن طريق آليات أخرى اعتراضهم عن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. نعم. شكرا سيد صابر أيوب الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، كنت معنا من لندن فشكرا لك. وكذلك نشكر الدكتور عبد العالي رزاقي أستاذ العلوم السياسية كان معنا من الجزائر، شكرا له. وشكرا لكم الحسن المتابعة، وعلى رأس الساعة وقفة إخبارية على شاشة الغد، فابقوا مع الغد.